مرحبا يا متابعينا الكرام، شلونكم؟ إن شاء الله جميع بصحة وخير وسلامة. اليوم دولتنا في قضاء شقلاوة، صادف إنه اليوم يكون تساقل للثلوج، وإحنا جاي نصور لكم هذا الفيديو. طبعا هذا مدخل قضاء شقلاوة. قضاء شقلاوة يبتعد عن مركز مدينة أربيل 40 كيلومتر إلى 50، يعني 50 كيلومتر نقول بالضبط. وهو يربط طريق أربيل إلى حاج عمره، طريق الحدودي. طبعا قضاء شقلاوة من المناطق اللي دائما يزورها السواح لكثرة المناظر الجميلة بها، مناظر جبلية، وأيضا سوقها اللي مشهور الناس اللي يعني تسوق بالأشياء التذكارية والأشياء الجميلة هنا. طبعا شقلاوة هي مدينة جميلة سواء بالصيف أو بالشتاء، وطبعا كثير بها موتيلات وفنادق. بالنسبة للسكن والعقارات، أسعار العقارات، طبعا السكن هو يقدر اي شخص يشتري بيت يكون عراقي هناك. يعني هناك المتر المربع يبدي من 100 إلى 200 دولار. طبعا هناك البيوت 100 متر اسعارها من 40 ألف دولار فما فوق، تصعد يعني 200 متر تصير 70 ألف دولار وهكذا. طبعا كثير من الناس الموجودين هناك مسوين مخصصين مزارع انه يجوه وقت العطل حتى ياخذون راحتهم ويغيرون جو. طبعا هاي اذا شفنا اجواء كلها جميله، اجواء تساقط الثلوج. بالنسبه يمكن هاي الايام سبب انه كون اكو حظر شامل في العراق اللي ما يشمل اقليم كردستان. طبعا خلال هاليومين السابقات دخلوا كثير عوائل وسواح من باقي المحافظات العراقيه الى اقليم كردستان. استغلوا فتره الحظر الشامل اللي هي تبدي من جمعه لحد يوم الأحد، هاي 3 أيام إنه ماكو حركة في باقي ضمن المحافظات العراقية عدا أقليم كردستان، فاستغلوا إنه يجون يزورون هاي المناطق. وصدفة إنه يعني صار إنه الآن جاي شفنا تساقط كثير بالثلوج في هاي المناطق، يعني وهي مناظر جميلة جدا. يعني لو الشخص يعني استفاد من هذا الشيء، يعني بما إنه هي عطلة تعتبر، يعني بدل ما شخص جاز بيد يزور هذه الأماكن الجميلة والأماكن السياحية. هذا كله داخل سوق شقلاوة. طبعا شقلاوة تعتمد اعتماد كبير على السياحة، وسابقا قبل 5 6 سنين لما كانوا الأخوة والأخوات العوائل العراقية اللي كانوا تهجروا من محافظاتهم جو يسكنوا قضاء شقلاوة، يعني كانوا معتمدين كثير عليهم. طبعا ينقص القضاء يعني بعض يعني المقاهي الراقية اللي على سفوح الجبل، يعني صراحة ماكو هذا الشيء. يعني بهاي الأجواء الجميلة، هاي أجواء الثلوج، يعني ما مسوين شيء. شخص تفهم تسلق على التزحلق على الجليد، أو يعني حتى مثل التلفريك يوصل نهاية الجبل مثل ما موجود بكورك، أو مقاهي فيها على الجبل، يعني الأشخاص يعني والسواح يتأملون المنظر الجميل، وأيضا يراعون هنا. يعني مثل ما قلت انه يعني للاسف لحد الان يعني ماكو اهتمام كبير انه نلقي في اشياء مثل المقاهي وكافتريات او اي شيء هناك. يعني نتمنى انه نشوف المستقبل انه اهتمام بهذا الشيء. يعني جا شفنا مسافات كثيره جا نمشي، يعني هاي المناظر الجميله كانت تستفاد، بس جا شوف كلها صايره مزارع. جا شوف منظر الثلج الجميل اليوم، يعني صراحة شقلاوة مدينة جميلة. كل مدن إقليم كردستان مدن جميلة، فقط تحتاج إنه يصير اهتمام كثير من شركات كبيرة للسياحة، يعني تهتم بالمقاهي مطاعم، يعني يكون هناك أماكن يعني تجذب السائح. يعني هذا لو هاي المناطق كانت هذا بغير البلد كان يهتم بيه أكثر. يعني إن شاء الله يعني
المستقبل يعني شوي شوي جاي تزيد السياحة بأربيل، و يعني جاي نشوف تغييرات يعني بسيطة، لكن إن شاء الله بالمستقبل نشوف شركات عملاقة تهتم بهذا الشيء، لأن صراحة محتاجين إنه إقليم كردستان والعراق كله يعني متوفرة به القاعدة الأساسية للسياحة، سواء السياحة الدينية أو السياحة الطبيعية أو السياحة الأثرية. يعني هاي الأشياء ما موجودة بأي بلد بالعالم، يعني فقط بالعراق موجود هذا الشيء، وجا تشوفون المناظر الحلوة هاي داخل شوارع شقلاوة. حتى على هالطريق راح نطلع، هذا راح يودينا إلى مناطق أخرى، مناطق مثل حيران ونازنين، أيضا منطقة جميلة هناك. إذا تشوفون ثلج كثيف، يعني منظر جميل جدا صراحة. إحنا العراقيين يعني نحب الثلج، لأن قليل يتساقط، يعني حتى في كردستان هاي جدا قليل، يعني ما جا نشوفها إنه يسقط بكثرة. تشوفون هذا جبل سفي ما جاي بعين صراحة من كثرة التساقط الثلوج، يعني منظر جميل، الأجواء رائعة، يعني محتاجين إحنا هاي الأجواء صراحة. يعني هالسنة سبحان الله يعني صار كان تساقط الأمطار قليل وأيضا الثلوج، إن شاء الله تكون هاي بداية. يعني أجا أشوفون هاي إحدى الطرق اللي مؤدي إلى بعض المناطق الجبلية اللي هي على طريق شقلاوة. يعني تساقط ثلوج هيجي يعني ما راح يسبب انه يصير انجماد ويصير خطر على السيارات، لا بالعكس، يعني جاي تلاحظون انتو يعني هاي احنا الازقة اللي هي داخل شق لاوة اللي تؤدي الى طريق هيران نازمي او طريق يعني جبل سفين، يعني بعدين يتفرع يعني هاي الطرق. جاي تشوفون المناظر رائعة وجميلة، يعني منظر الثلج جميل صراحة. أنا جاي أصور لكم هذا الفيديو حتى تستمتعون بالمناظر اللي بيها. وإذا كانت الفيديوهات الطويلة جات يعني مطلب بيحتاج، أنا أقدر أقطع الفيديوهات أخليها 5 دقائق 5 دقائق وأنزلها باليوتيوب حتى تتابعوها أكثر. هاي كلها مزارع، يعني أشخاص مشترين قيعان ومسيجيها ومسويها مزرعة، يعني يزورها بأوقات العطل. هذا شوفون مناظر رائعة، مناظر جميلة، يعني هو تساقط الثلج وحده جميل. يعني ذاك قبل 2000 مرة ما تساقط ببغداد، وكانت حادثة مصر لك صارت قبل 100 سنة صارت، يعني بالرغم انه مو غزير كثير لكن جميل. يعني هذا لو كان في الليل كان يعني يثبت اكثر ويصير السمكة اكثر، لكن الليل بالنهار تشوفون اغلبية يعني بيوت ايضا اكو مزارع. هاي عمارة مقابلنا، هاي طريق خارجي تشوفون هنا، طلعنا شوية برا شقلاوة، هذا طريق يؤدي الى طريق قيران نازنين وطريق جبل سفين أيضا. جا تشوفون يعني غزارة كثير ثلوج هنا خارج المدينة، جا تلاحظون يعني منظر رائع، منظر جميل جدا داخل شقلاوة. لما تجي تدخل انت للشقلاوة، يعني انت وجاي من هيران او من جبل سفين الطرف الاخر، يعني ما تلاحظ المنطقة الاخرى. جا تشوفون داخل شقلاوة، يعني مناظر حلوة. طبعا هاي الشقق سكنية، يعني ما عندي معلومة صراحة عنها، بس هي موجودة في شقلاوة، وعمارة واحدة خلصانة وعمارتين باقيات صراحة. اللي عنده استفسار عليها اقدر انزلها مكتب عقاري يستفسرون. هاي بعض العوائل نازلة،
يستمتعون بسواقة الثلوج. يعني منظر رائع. إن شاء الله إنه الإقليم كل سنة ما يتأثر موجة كورونا الجديدة اللي جاية، يعني تبقى مفتوحة الطرق، يعني الباقي السواح يعني ما تصير هنا، يعني يعني حسب المعلومات إنه ما راح يصير هنا حظر تجول الإقليم كردستان، بس راح يصير تجديد للوافدين ولداخل الإقليم من السياح وغيرهم، يعني تجديد بنفسه كما ما تعتقد. يمكن إن شاء الله بنهاية الشهر هذا يوصل لقاح، وأكثر يعني نتمنى إنه أكثر العراقيين يستحصلون عليه وتزيد عندنا المناعة إن شاء الله. يعني ونتمنى إنه نخلص من هذا الوباء ونستمتع من هاي الأجواء الجميلة اللي محروم منها صارنا سنة. يعني كنا أمل إنه ينتهي هذا الوباء، يعني تتحسن أوضاع السياحة، لأن يعني صراحة السياحة هي مرتبطة ببعضها، يعني الفنادق المطاعم المقاهي يعني المكاتب كلهم مرتبطين ببعضهم، يعني حتى أصحاب الحرف أصحاب الكساب الكاسبين اللي ما يعني ما عندهم وظائف، يعني هذول كلهم متأثرين بسبب الحظر. ما تجوا يعني يقولون كل سنة الحمد لله لحد هسه ماكو يعني إصابات قليلة جدا، يعني في التزام من الناس. إن شاء الله يصير التزام للجميع، إنه حتى ما نرجع لنقطة الصفر وتسد الحدود وتسد الطرق. أتمنى إنه الفيديو عجبكم، وإن شاء الله نلتقيكم في فيديوهات أخرى، وأتمنى إنه هذه الجولة الحلوة والسريعة استفدتم من أداء ولاقت إعجابكم. صراحة أنا يمكن مقصر بتنزيل فيديوهات، يعني لأن صراحة أنا صورت أكثر مناطق غربية لو أكثر مرة، يعني الأماكن العقارية السكنية، وأي شخص عنده استفسار على الفيسبوك والإنستغرام موجود وأنا جاي أجيب، يعني في أشخاص جاي يراسلوني على هاي الأمور بالنسبة للسكن بالنسبة للعمل، يعني كثير أمور يعني، وأنا جاي أجاوبكم كل صراحة. وأي استفسار أي شيء يعني أنا حاضر، وأتمنى لكم وفاقية ونجاح، ودمتم بخير وصحة وسلامة. إن شاء الله يعني يكون كل ما يتابع هذا الفيديو يكون له فرصة إنه يزور المنطقة، وتحياتي لكم جميعا.